Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. C'est la deuxième des Colombes des Autres Rives. Les Colombes des Autres Rives, c'est une émission qui s'intéresse aux Marocains résidant à l'étranger. Notre invité de ce soir, automatiquement de l'émission, c'est le docteur Mohamed Tariq. Physicien, chercheur, on s'incline devant sa volonté d'abord. Cet grand homme qui a préféré, au lieu d'allumer la bougie pour convaincre l'obscurité, issu d'un milieu pauvre, il a réussi d'être lui, oui, lui, la bougie, par la science, par son ambition et son amour au savoir. Il faut automatiquement ni parler de la science ni des scientifiques avant eux. C'est pourquoi je laisse à notre cher docteur de s'exprimer tout. Du tout. Et puisque c'est une émission consacrée aux Marocains résidant en étranger, donc automatiquement on va passer au dialecte autochtone. C'est pas que la chaîne est une chaîne communautaire, mais puisqu'on n'a pas d'invités d'autres pays, c'est comme artiste ou tout créateur, donc cette émission, on va parler un peu en arabe et un peu en français, c'est comme ça. Pourquoi le français et l'arabe? Le français comme hymne au pays d'accueil, automatiquement et par amour à la langue française, et l'arabe parce que c'est tout simplement ma langue matérielle, ma maternelle. أحبائنا أهلا بكم في هذه الأمسية الجد خاصة التي هي بالفعل حميمية فبالطبع مغاربة العالم هناك أعلام وأعلام وأعلام وضيفنا الليلة بطبيعة الحال هو الدكتور محمد طارق. هذا الإنسان فعلا هو عالي بعلمه ولكن أعلى ببساطته وطيبوبته، فهو بالفعل مثال للتحدي، تحدي كل المعيقات، تحدي كل الوضعيات، ومثال للإنسان الطموح الذي سعى إلى العلم بحب، بشغف، وله لا يختلف عن أينشتاين، فله نظرياته الخاصة، له أبحاثه، له صيته كعالم، ففعلا صعب أن نتكلم عن العلم أو العلماء قبلهم، لهذا سنترككم مع ضيفنا الكبير، وبالطبع ستكون وصلة بعد أن يتكلم قليلا لنراقب هل الصوت يمر أو لا يمر لكي لا نضيع الفرصة. فنرحب جميعا بضيفنا. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. مرحبا بي عندك. رمضان مبارك ليك وللإخوان. شرف لي أو شرف لي أيضا، وكنشكرك وكنشكر الإخوة اللي كيتصنتوا الآن معنا على القناة مباشرة. شكرا جزيلا. إن شاء الله إن شاء الله، نتمنى تكون جلسة مفيدة وخفيفة على قلوبهم.
تحياتي لك، تحياتي لك. البداية العلم لا يعرف الفقر. محمد، البدايات ربما يعني بكل بساطة ربما يعيشها في هذا الوقت هذا اللي كنهضر أنا وياك فيه، كيعيشها ملايين الأطفال المغاربة. أطفال يدرسون على الأقل لهم عندهم نصيب أنهم كيقراو. عشت أو تولدت في عائلة فقيرة، الأب ديالي توفى والعمر ديالي 13 سنة. تحملت الوالدة ديالي الأم حليمة، الكل كيعرفها في الحجب، مدينة الحجب. تحملت عبء أن عبء 7 أطفال، طفلتين وخمس أولاد، يعني بين جوج البنات وخمسة ديال الأولاد. تمتعنا يعني في الحقيقة، يعني رغم الفقر فأنا يعني تمتعت بطفولتي، تمتعت بها كما يتمتع بها كل الأطفال الفقراء يعني في المغرب بما لها وما عليها. درس بديت في المدرسة، يعني المدرسة الابتدائية، درست العمومية، هي درست السوق اللي كيعرفوها، يعني درست كانت تعرف مدرسة السوق آنذاك. وبعد إعدادية وحدة اللي كانت في الحاجب هي إعدادية بن خلدون، والتحقت من بعد في الثانوية بن الخطيب اللي ما زالت الآن تنتج شباب تبارك الله عليهم. ومن بعد التحقت بشعبة الفيزياء كما تشرفت وقدمتي في الأول، شعبة فيزياء في مكناس. كان لي الشرف أنني كنت من، لا أتذكر يعني، إما الثاني أو الأول من 3 الأوائل في على صعيد مكناس في شعبة الفيزياء في الدفعة ديالي، يعني ماشي على صعيد كل الشعب ولكن على الدفعة ديالي. كنا تقريبا أظن 400 شخص تقريبا. بعد الإجازة كان هناك تعثر لأن كنت غادي نبدأ الدكتوراه في المغرب، ولأمر ما ما بغاش، لم يريد القدر. ربما كانوا كيطلبوا شي حوايج أنك تكون ماديا ميسور باش تبدأ الدكتوراه آنذاك. الحمد لله بعدها كانت واحد فترة بين ذهابي لأوروبا وبعد بعد الإجازة، ما جلستش، بدينا درنا نادي رياضي، وبعده مباشرة درنا جمعية لتأطير التلاميذ وتأطير الأمية واللغات. كانت تجربة طيبة مع ناس طيبين، مع ناس أكفاء عندهم تقريبا نفس المصير، نفس التجربة المريرة في التعليم المغربي. الحمد لله كانت تجربة زوينة. وأنا ذاك بديت كنقرأ اللغة الألمانية، لأني كانت عندي أننا أعطونا للتفصيل فقط، يعني كنت بما أننا كنا 3 الأولى في الدفعة، عطاونا 3 ديال لي زانسكريبسيون في لا فرونس. مي ليا لو بروبليم دو فيزا، البروبليم دي فيزا خصك بالنسبه تمشي عند الناس الفيزا خصك تبين لهم بانك قاد براسك. الوغ موا ما كانش عندي الفلوس، ما كانش عند العائله الفلوس. حاولنا اننا نتصلوا بناس ديال العائله، ما وفقش لامر ما، لقدر ما نقولوا. بعد ذلك الحمد لله قريت الالمانيه، مشيت لالمانيا
قبلوني جوج الجامعات متميزين جدا، قبلت احسنهم. جامعه هي بالفرنسيه هي تسمى بوليتكنيك، يعني بالشكل ديال البوليتكنيك اللي عند الفرنساويين. هي جامعه في اخن، في الحدود مع الحدود مع بلجيكا والحدود مع هولندا. جامعه علميه تقريبا فيها اكثر من 30 الف طالب، فيها شعب متعدده. كملت الفيزياء تما. بعد سنوات خديت الإجازة، خديت ما يسمى بالماستر حاليا، كان عنده اسم آخر من قبل. تقريبا بحال دراسة المعمقة، لكن ألمانيا كان عندهم نظام خاص قبل ما يدخلوا في النظام العام الأوروبي. حصلت على ما يسمى بالماستر هناك ايضا في فيزياء الصلبه، وتحولت لسويسرا وتسجلت. كان عندي ايضا الحظ انني وافقني الحظ انني يكون عندي جوج ديال ليزانسكريبسيون ديال الدكتوراه، نختار اللي بغيت. اختاريت الكيمياء التحليليه بحكم انها قريبه من التخصص ديالي اللي هو الفيزياء الصلبه، وكان الموضوع حول تطوير آلة للتحليل الكيميائي تجمع بين الليزر و سبيكتر دو ماس. لا أدري يعني الاسم العربي ولكن استسمح. كانت تجربة أيضا رائعة مع ناس رائعين، مع أساتذة رائعين في مستوى عالي جدا. الحمد لله توفقت في 2012 أنني نشد الدكتوراه ديالي، ومباشرة بعدها ولحسن الحظ مرة ثانية كان عندي وفقني الله أنني إما نخدم هنا في سويسرا أو نخدم في ألمانيا في دورتموند. خلاص بعقد عمل، تكون بعقد عمل في الأول، يعني فاش كتجي يلا من الدكتوراه كتكون الأمر شوية صعب. بعقد عمل، واختاريت هنا سويسرا. وحاليا يعني في المعهد اللي أنا موجود فيه، بديت معاهم في 2012 أواخر 2012 في قسم للطاقة البديلة بالفرنسية بيو انرجي اي كاتاليست. وكل واحد عنده تخصص، لان هناك حتى في العلم يعني ما يمكنلكش تولين بكل الاشياء، ولكن حتى في الطاقات البديلة هناك مجموعات، هناك مختبرات، هناك كل واحد عنده دور معين يقوم به. وتم الدور ديالي كان في الكيمياء التحليليه، في المواد اللي تستعمل في الطاقه البديله، ولا في ما يسمى بالعربي بالحوافز، يعني كل ما يتعلق بهذه كنت انا متخصص فيها. والحمد لله يعني كان العقد الاول لمده 4 سنوات، ثم جاء عقد ثاني في بدايه 2017. يعني كما يرقى الانسان من بوست دوك لساينتست، يعني باحث علمي. انا يعني اتحفظ على اسم عالم ولكن اسمي نفسي باحث علمي. لحد الان يعني لدينا يعني كفاءات، وعندنا اعمال جيده مع طلبه الدكاتره. يعني كندير اونكادرون، كنشرف على دكاتره طلبة، على طلبة الماستر، على دي تكنيسيان دو لابو. هناك يعني ناس متعددين كنخدموا معهم من جنسيات متعددة، من آسيا، من أمريكا، من أوروبا. يعني تعرفنا على ناس اللي كون بقينا في الحجب ما غاديش نعرفهم، ولكن بسبب الحجب عرفناهم. الحمد لله يعني تجربة رائعة. عندي مقالات جيدة، أكثر من 20 مقال علمي في مجلات علمية جيدة جدا، تحسب يعني بأرقام تسمى دي فاكتور دامباكت. يعني كل ما كان دي فاكتور دامباكت عالي وإلا الصيت ديالك يعلو. والحمد لله كانت مع الناس، يعني ماشي مجهود، لا يكون مجهود انسان واحد في العلم يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك انا بوحدي درت شي حاجه، ولكن كيكون مجموعه ناس كتخدم على واحد
واحد ان غران ان غران دون لا سيونس، كتخدم على واحد الحاجه صغيره صغيره بزاف في العلم، باش كل واحد كيحط شي شويه في داك المحيط اللي كنسميوه المحيط ديال العلوم، كتحط فيه واحد البذره لربما تحدث ولو تغيير طفيف طفيف في الانسانيه. غادي نبقى معاهم ان شاء الله حتى الغشت والغشت القادم، والجديد انني لقيت عمل جديد ان شاء الله نبدا في غشت في شركه عالميه سويسريه هنا ايضا في البحث والتطوير، وغادي نبدا معاهم ان شاء الله في هذه السنه هذه، ونتمنى ان شاء الله يكون التوفيق ايضا حليفنا كما كان حليفنا في السنوات الماضيه. هذه قصيره ولا طويله ما عرفتش. احنا الاجتهاد فين عندنا، يعني بالنسبه لهناك مواضيع علميه يتحدث الناس يعني بها، يعني كيهضروا عليها يمكنهم يناقشوا فيها، وهناك مواضيع علميه تحتاج يعني بعض يعني ان اغيور بلون، تحتاج واحد الباجاج انك تفهمها، ولكن نحاول نبسط يعني الحوايج اللي كنديروا حنا، يعني هي ليست نظريات يعني جديده، ولكن في الكيمياء التحليليه ما اقوم به انا خاصه، هناك مجموعه من الالات، كل اله مخصصه في تحليل ماده معينه وتحليل حاله معينه. بالنسبه نعطيك مثال، مثلا كنعطي مثال دائما للناس اللي ما تيعرفوش شنو هي الكيمياء التحليليه، كنقول لهم في الماء فاش كتقرا هذا الماء كتقرا لان فيها الكالسيوم ها شحال من ميكروغرام، فيها شحال ديال الصوديوم ها شحال من ميكروغرام. هذاك الانسان اللي خدا داك الماء اللي كيبان لك انت راه غيمة فيه دي زيليمون دو تراس، هذوك لي زيليمون دو تراس خصك واحد الالات معينه باش دير لهم لا ديتيكسيون باش ترصدهم وتعرف شحال في وسطهم. الطرق التحليليه اللي كنديروا تقريبا شبيهه بهذه، يعني الا كانت ماده صلبه او ماده سائله او ماده غازيه، عندنا مواد عندنا الات عندنا دي زانسترومون اللي يمكننا اننا نحللوا هذه المواد هذه، ونساعدوا الناس اللي كيطوروا دي بروسيس ولا دي ميثود ولا دي ماتيريو يعرفوا شنو دار. يعني الا كان عارف شنو دار يمكن له يزيد لقدام، الا ما عرفش شنو دار وغير دار واحد لا سانتيز وما دارلهاش الاناليز ما يمكنلوش يعرف لا بيرفورمانس ديال ديك الماده. الوغ الدور ديالنا حنا من واحد الجهه هو اننا كنعاونوا الناس اللي كيديروا الديفلوبمون، نقول لهم هاد الماده شنو الصفات ديالها، واش الصفات المتوقعه اللي كنت كتنتظر كاينه فيها او فيها شي غلط او فيها شي حاجه بحال هكا. يعني عامه كنحاولوا اننا نحللوا شي حوايج اللي ما يمكنلكش تشوفهم حتى بالميكروسكوب، ما يمكنلكش تشوفهم، يعني مواد صغيره صغيره بزاف كما قلت لك في الماء كتلقى بان واحد ميكروغرام على الجرام، ميكروغرام فهو واحد على مليون جرام، يعني شي حاجه صغيره بزاف. وحنا ماشي غادي كنمشيوش غير الميكروغرام، كنمشيو النانوغرام وكنمشيو البيكوغرام، يعني شي حاجه اصغر بكثير اللي العقل ربما ما يتصورش ان الانسان قادر على انه يديتكتها، ولكن كان ممكن ان الانسان يرصدها بواحد الدقه جد جد عاليه. هذا من واحد الناحيه. الناحيه الثانيه هو ان التخصص ديالي الا كان نسميه هذا من الناحيه هذا كوم ان سيرفيس كنقدموه للناس اللي كيديروا لا سانتيز نعم. كاين المجال اللي كنخدموا عليه ايضا حنا بحكم التجربه كنديفلوبي، يعني الا كانت عندك واحد الانستريمون كيدير واحد الحاجه معينه كتزيد ديفلوبي داك الانستريمون بيدير شي حوايج اللي ما كانش دارهم شي واحد من قبل، وهنا كيولي ما يسمى بالبحث العلمي. يعني انك كدير شي حاجه اللي ما لان شنو هي مثلا دكتوراه او شي حاجه خصك دير شي حاجه اللي ما كانش شي واحد قبلك دارها. وهذه كنحاولوا اننا نشدوا دوك لي زانسترومون اللي موجودين حاليا، وكنحاولوا اننا نطوروهم باش تكون الكفاءه ديالهم اكثر واكثر، وان شي مواد اللي ربما ما كانوش كيتحلوا من قبل بدوك لي زانسترومون اناليتيك
يوليو كيتحلوا، وكنشروا في مجلات كما قلت لك علميه يعني معروفه، الا كانت شي ابحاث طبيعه ايجابيه، حتى بعض المرات السلبي يمكن ان تنشره وتبين شنو هما لي التحديات اللي كاينه في لا ميثود ديالك، وشنو هما العراقيل اللي لقيتي، شنو هما العراقيل اللي وصلتي لهم. يعني ممكن أن الانسان انه ينشر مثل هذه المعلومات، يعني فهي ليست بنظريه ولكن فهي بحث علمي لتطوير مواد، تطوير آلات باش تؤدي واحد الدور معين في العلوم التجريبيه الحاليه، على يعني دي زانسترومون اللي هما الطوب اللي كاينين الان في السوق اللي كيسموهم دي زانسترومون. يعني قبل ما يخرج واحد الانسترومون للسوق راه كيكون دايز واحد 10 سنين او 15 عام ديال البحث العلمي التجربه، كيكونوا دكاتره، كيكون طالب دكتوراه مع مؤطر ديالو، مع مجموعه هنا في سويسرا، مجموعه في فرنسا، مجموعه في امريكان، حتى تيوصلوا واحد النيفو، واحد المستوى معين، باش ان تكون داك الانسترومون يمكن له يؤدي واحد الدور بواحد الكفاءه معينه، ما يخسرش، ما يعطي نفس النتائج، نفس المواد. هذا بعجاله، يعني بعجاله في المسائل اللي كنخوضوا فيها يوميا. يعني شكرا جزيلا. والله لا، سؤال زوين بزاف، عرفتي علاش؟ لان حاجه واحده اللي كنندم عليها انا في حياتي، ما كنندم حتى على حاجه اخرى، كان الاسره كنشكر الله عليها، كنشكر الله على المسيره اللي وفقني الله، كنشكر الله على انني خرجت للعالم، ماشي زعما لان اوروبا او اي بلاصه تخرج لها وتشوف يعني كتعلم اكثر، ولكن الوقت يعني الزمن تايم يعني لو طون، الانسان يستغل الوقت، ما حد عنده الوقت. الا استغل الوقت وحدد اهداف معينه، كما تغيرت الاهداف، كما تغيرت الطموحات، كما تغيرت نظرتك للكون، كما تغيرت نظرتك للمجتمع، غير الوقت ما غاديش يتسناك، اما غادي دير شي حاجه ولا غادي يفوتك القطار، كما تيقول، كما قال الرئيس الياباني، فاتكم القطار، فاتكم القطار. والله يعني العلم ليس حصر لا على الأوروبيين، لا على الأمريكيين، لا على الصينيين، لا على المغاربة، لا. والإنسان ما الإحباط ما خصوش يكون في القاموس ديال الإنسان اللي بغى يتعلم. حاجة واحدة اللي الإنسان إلا بغى يتعلم خصو يقول بغيت نتعلم وينوض يتعلم. إلا بغى كيبقى يقول غير بغيت نتعلم ويجلس ويوصل القهوة ولا يجلس يبدا يناقش، ما عمره ما غادي يتعلم. ولا مشى وحدد هدف معين، قال انا غادي نخدم ونمشي لهذا الطريق، ونمشي لهذا الطريق وغادي نكمل فيها كما كانت الصعوبات، غادي نشق طريقي، ما تيهمنيش شنو تيقولوا الناس، لان يعني انا باغي نوصل. ما تيهمش العلم، يقدر يكون الفن، يقدر يكون الرياضه، يكون اللي كان، انا ما تيهم الهدف معين، يكون عندك هدف معين. الا ما كانش عندك هدف معين وما تستغليتيش الوقت ديالك، يعني غتبقى في نفس، تراوح مكانك والقافله تسير وانت تراوح مكانك. يعني اللي كيقول المغرب ما فيه والو، المغرب جزء من العالم، غير باش يعرف المغرب فهو جزء من العالم. الانسان انه يجرب، الى كان الانسان الاوروبي كيجرب ثلاثه المرات ومن ثلاثه المرات كتصدق له وحده، انت ربما مطالب انك تجرب 10 المرات باش تصدق لك وحده، او ربما اكثر. ولكن الاحباط اللي كيتولج عن الخارج، الى مشى ترجع احباط داخلي غيدمر صاحبه. نتمنى يعني الدراري ما يبقاوش يشوفوا، يعني الدراري او البنات، انا كيفاش غنقول الدراري في المغرب خاصهم يسمعوا كلشي، الشباب والشابات في المغرب، يعني ما يبقاوش
اخطر حاجه كنسمعها فاش كنهضر مع الدراري اللي مازالين صغار، هو تيقول لك الا قريت شنو ندير. حاجه واحده خصك تقرا، خصك دير لا نيغاسيون، الا ما قريتيش ما دير والو. الا ما قريتيش ما غادي دير والو، الا ما خدمتيش ما غادي دير والو. اي حاجه زدتي لها لا نيغاسيون في الاول غتعطيك العدم في التالي. الا قريتي ربما دير، الا خدمتي ربما دير، الى اجتهدتي ربما توصل. بعدا كيكون عندك احتمال، وداك الاحتمال على حساب، ما نقولكش انا كاين الحظ، كاين الاجتهاد، الظروف، كاين بزاف د الحوايج. يعني كاين مجموعه من المسائل اللي كتحدد المصير ديال كل واحد، ولكن اللي نبغي نقول بان الانسان الا كان العزيمه ديالو، انا مازال كنعقل كنت كنمشي مع الاصدقاء وتنقول لهم انا بغيت نقرا في اوروبا، انا هذا الهدف ديالي هو انني نقرا في اوروبا، رغم اني مشيت للسي بي ار باش ندير الخاطر الوالديه وما كتبت والو لحقاش ما باغيش. ما باغيش نكون استاذ مازال. هي ماشي لحقاش استاذ ماشي هو هدف، ولكن الهدف ديالي انا كنت بغيت نخرج لاوروبا، بغيت نقرا، لان كنت كنحلم تنسمع، انا كنسمع الاوروبيين تيقول لك اوروبيين 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 لي زاميريكان اوروبيان. انا بغيت نشوف لي زوروبيان شنو كيديروا، شنو لي زاميريكان شنو كيديروا. الوغ الحمد لله، يعني الانسان اللي كان عنده هدف واحد، هذوك الناس اللي كنتي كتضرب بهم المثل لن ما غاديش يصبحوا قدوه ديالك، كتولي انت واحد منهم، كتولي انت واحد كتجلس ربما قدوه ديالهم، كتولي تجلس معاهم تهضر معاهم بنفس اللغه ديالهم، يبداو يتصنتوا لك وتبدا تصنت لهم يعني بكل بساطه. يعني والحاجه الوحيده اللي زوينه، يعني اللي زوينه في البحث زعما في العالم ديال العلم اللي خضيت الغمار ديالو، هو انك فاش كتجلس مع بروفيسور او تجلس مع دكتور او تجلس مع واحد ما فين واصل، كيتصنت لك، كيتصنت فاش كتهضر كيتصنت، وفاش هو كيهضر انت كتصنت. ربما هذه القضيه اللي ربما خصنا نبدلوها حنا في المغرب، هو ان الانسان اللي ما كيعرفش يسكت، واللي كيعرف يهضر والاخر يسكت والاخر ينصت. المهم هذه برجاله، هذه نتمنى كما قلتي الرساله ديالي لكل واحد في الدراري والبنات ديال المغرب، راس مالكم هو شنو تعلمتوا، راس مالكم هو الزمان، داك الزمان اللي عندكم ديال 10 سنين ولا 15 عام خصك تبني فيه شي حاجه، سينو سي ترو تار، تبنى بقناعه طبيعه الحال. نتمنى تكون الرسالة وصلت. الشخصية الوالدة الوالدة، أنا 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 يعني احترامي للجميع، الإنسان ربما يأخذ قدوة شيء، شخص معين، يأخذ أينشتاين، يأخذ رئيس او عالم، او انا من طبيعتي الانسان خصو يعرف بانه فريد في الكون. يعني كل انسان سيد هشور فهو فريد في الكون، كاين غير هشور واحد اللي غادي يكون في العالم، محمد طارق غادي يكون غير واحد في العالم. يعني كل شخص خصو يامن بانه يونيك، بانه بوحده، يعني ربي فاش خلقو راه بوحده، يعني انسان موجود لراسو. انا ضد الفكره، ضد، انا ما عمرني ما خديت شي واحد، يعني بالنسبه للعلم ما عمرني ما خديت شي واحد يعني قدوه ليا، ما عنديش قدوه تماما. علاش؟ لان فاش كتقرا على علماء كبار كتلقى واحد المجال كبير تبارك الله، يعني ما نوصلوش 10 مني 16 الف مني ما يوصلوش، ولكن كتقرا مجالات مثلا في المجال الاسري او المجال الاخلاقي او المجال كذا او المجال كذا، كتقول انا لا اريد ان اكون مثله. او كيكون عاوتاني مثلا في الاخلاق فاضل، ولكن في العلم يكون صفر. يعني الانسان انه المحرك اللي الانسان يخدم باش يوصل به هو يكون في الذات ديالو، ان يدير واحد الهدف معين في حياته
كيما كان داك الهدف في اي مجال معين، انه الى صمم الى قرا الى خدم الى تعرف على ناس الى خرج من القوقعه ديالو، يقدر ان شاء الله يوصل، وانا متاكد انه يوصل. واذا كنت في النضال، بالنسبه لي قلتي لي في النضال، يعني شكون هو القدوه ديالي؟ كما قلت لك الوالده. يعني لا أدري، يعني أجمل الذكريات هي ذكريات الطفولة في مدينة الحاج نخلة. والدراري لا كانوا وشي دراري لا كانوا كيتسنطوا لينا، راه غادي يعرفوا، راه غادي يموتوا بالضحك. ما خلينا ما درنا، وزعما ذكريات جميلة جدا، لأن الذكريات التي لا ترتبط بمسؤولية فهي ذكريات جميلة، والذكريات التي ترتبط بمسؤولية وخا تكون جميلة وكيكون عندها طعم خاص، ولكن ما عندهاش ديك البراءة، ما عندهاش البراءة ديال الجمال. يعني بالنسبة لي أنا، الطفولة مع الأصدقاء، مع دربعي المدني، مع الدراري ديال الليسي، الدراري ديال الكوليج، الدراري ديال الفوت، الدراري ديال الحي. مع انا سكنت في مجموعه من الاحياء، كنا كنتنقلوا بصفت قبل ما تستقر الوالده في المنزل ديالها حاليا، كنا كنكريو يعني من بيت لبيت، يعني من دار لدار كما كيسميوها. يعني عندي ذكريات عديده في احياء عديده جدا، ربما الجيل الحالي في مدينه الحاج لا يعرفوني، ولكن الجيل القديم نعرف بعضنا بعض الكثير، والناس يعني تفرقات ومشات. بالنسبه للذكريات المؤلمه، ما تنظنش. بالنسبه لي انا، ربما شيئين، يعني الاول الكبير هو انني فقدت الوالد ديالي في 1988، يعني مازال طفل صغير، وتحملت المسؤوليه انا والاخت الكبيره، انا وياها تحملنا المسؤوليه، زائد الوالده ديالي والاخت انا عندي واحد الاخت كبيره اخرى سميتها مينا. يعني هذا الرباعي هذا تحمل المسؤوليه ديال العائله. ربما هذه هي الذكرى المؤلمه. والحاجه اللي ربما بقات فيا شي شويه هو واحد الانترفيو كنت درته في مكناس، يعني درته في بالنسبه للتخوان، وكان الانترفيو مزيان، ومازال نتذكر ذاك الدكتور، يعني بلاص ما يحكم على الانسان المتعلم اللي جالس قدامه. سولني قال لي واش قادر تفينونسي الدكتوراه ديالك؟ قلت له استاذ، يعني قلت له انا جاي باش نتعلم، غادي ندير المستحيل باش غادي نسالي الدكتوراه ديالي، والحمد لله انني ما درتهاش معاه، الحمد لله. الحمد لله انني ما درتهاش معاه، لكن هذيك الجمله بقات فيا، يعني بقات فيا، ربما كانت من احد الحوافز انني خلتني نزيد نقرا ونزيد نكد ونجد فاش وصلت هنا لاوروبا.
هي يعني الوقت الحالي يعني وقت مريع، فأنا أيضا كان المنزل يعني ظرف شهرين الآن وإحنا نعمل من المنزل، يعني حتى اللقاءات كلها عبر شبكة الإنترنت. يعني أول الجيل هذا ربما كيعيش لأول مرة هذا الظرف اللي هو شوية قاصح، وكما قلتي يعني لا يمكن تخفيف منه، وليس يعني حله، لا يمكن تخفيف منه إلا بالتضامن، أن الإنسان يسول على بعضياته، أن الإنسان يموتيفي الناس، تموتيفي الناس، الناس تعاون الناس، اللي عنده يعاون الناس اللي ما عندهمش، لأن شحال من واحد مسكين يعني فقد العمل ديالو أو فقد النص ديال الصالير ديالو او ربع الصالير ديالو على حساب يعني على حساب المهنه اللي كيشتغل بها. ونتمنى ان المغاربه يتضامنوا ببعضياتهم وانهم تكون عندهم روح المسؤوليه، لان هذا ظرف كما كان غادي يدوز، غير السؤال باي ثمن هو اللي كيبقى. الانسان يجاوب، كل واحد يجاوب على راسه، يعني باي ثمن بغينا ندوزوا هذا الظرف، يعني ماشي مساله حتى ولو كان يعني الاخر كيخطأ في التقدير ديال الإجراءات والحجر الصحي، اللهم نديروه باش إذا كان حتى إذا كان صحيح راه غادي تكون عنده نتيجة، ما كانش صحيح راه درناه على الأقل ما خسرنا حتى شي حاجة. يعني حتى ديك المشادات والجدال، الجدال الخاوي الإنسان يبتعد منه، وفي المقابل أنه يكون إنسان متضامن، إنسان يتآخى مع الناس وأنه يعاونهم بالمقدور، كل واحد على قدر الاستطاعة دياله. وإذا كان كل واحد كيشوف لونتوراج ديالو، ربما تنظن غادي إن شاء الله يفرج يعني هاد الجائحة هذه. بالنسبة للناس العالم، تنشوف بأن يعني العالم يتحرك يعني في ظل هاد الظرف اللي هو ظرف صعب بالنسبة للكل، وكل واحد كياخذه بطريقة معينة وطرات تأثيرات مختلفة، ولكن تنظن بأن كورونا فهو درس للعالم، سيستفيد منه لا شك، ولو أنه ربما كما كان درس فوكوشيما، كان درس لأوروبا قبل سنوات، كانت تحركات المسائل العلمية والاقتصادية في واحد المنحة معين لم يكن يعني بالحسبان من قبل. ايضا بالنسبه لكورونا، فهي لما تنتهي غادي يكون واحد التحرك، ربما تنظن انا يعني ضد تيار العولمه يعني الجارفه، ربما غادي الانسان يحاول انه يكونتروليها، وان الانسان يشوف المجال الصحي ربما ينتبه له اكثر واكثر. تنظن والله اعلم، يعني تكون مسائل ايجابيه بعد هذه الجائحه اللي نتمنى انها تفوت أقرب وقت. اللي عندهم الوقت راه كيروجوا الإجاعات، أنا ما عنديش. اللي هناك نوع ثلاث أنواع من الناس، هناك مروج الإساءة، هناك الذي يصدق ما عندوش الوقت كاع لهذ الجوج. وكل واحد يختار. إذا كان الإنسان يعني يصر على أنه، تنعرف أنا يعني، ولا حتى مشكل في أوروبا بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي، ولات كتشكل خطر كبير، هي كتشكل واحد المنبر زوين، ولكن في نفس الوقت كتشكل واحد الخطر كبير على 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 المعلومة وعلى منين جات. ولكن أنا كنصح يعني، هذه كتدخل في النصيحة الأولى، يعني إذا كان الإنسان غادي يستغل الوقت ديالو، راه ما غاديش يلقى الوقت للفيسبوك بزاف، راه ما غاديش يلقى الوقت اللي يتبع الإشاعات، راه ما غاديش يلقى الوقت أنه يشوف نظريات المؤامرة وفين تصوب كورونا، لأن كورونا الآن واقع، فين تصوب أو فين ما تصوبش لا يهم أحد، المهم هو أن الناس ترجع للحياة ديالهم العادية، وأن الناس ما تصابش بعد المرض، خاصة الناس المرضى والناس المسنين، هذا هو المهم. أما أي شيء يعني اللي...
انا نقول لك، انا نقول لك واحد الحاجه، ربما لن يوافقني البعض. يعني فين ما شتي شي واحد كيهضر وتيقول اكثر من 5 المعلومات في الدقيقه، فاعرف انه كاذب. انا تعلمتها في العلم. بالنسبه لينا احنا كما قلت لك، العلم شي حاجه كبيره بزاف. ونقول لك انا بالنسبه ليا، انا مثلا الفيزياء او الكيمياء التحليليه واحد المجال كبير، وكتزيد وانت كتخصص فيه حتى انك يعني كتكون عارف غير واحد القدر بسيط، قدر بسيط من العلم. فكيف لهاد الناس هذه يعني كتجي على المنصات الاعلاميه ولا منصات التواصل الاجتماعي ولديها كم هائل من المعلومات بدون مصادر، فقط لانها تحسن الكلام، فقط لانها تحسن الكلام. يعني اذا كنت تحسن الكلام، نعم انا ما نضرب في الذمه ديال شي واحد، ولكن نتمنى ان الناس تستغل وقتها. وكما قلت، اللي كان عنده شي هدف راه ما غاديش يبقى عنده الوقت في بحث يعني على شي حوايج لن تطول، يعني لن تعود طائل. كان الناس اللي كيبحثوا هل الانسان وصل الى القمر فعلا ام لا، ها انت عرفتي انه وصل للقمر ولا ما وصلش للقمر، ماذا سيفيدك؟ شنو غادي تزيد انت للمغرب؟ شنو غادي تزيد لراسك؟ شنو غادي تزيد للمجتمع ديالك؟ سول راسك. الا كنتي كتسول راسك كل نهار فاش كتفيق وفاش كتنعس، قول هذا النهار هذا شنو زدت راسي، شنو استفدت، شنو فدت الناس. يعني نحولوا الحوار، اننا نبقاو نناقشوا الناس ما عندها غير حسن الكلام وما عندهاش شي حاجه في دماغها، وربما بحسن نيه او بسوء نيه تبيع معلومات خاطئه او غير خاطئه، ونشوفوا شنو بغينا حنا. حنا بغينا الى انت الهدف ديالك انك توصل لشي حاجه، انك دير شي حاجه تنفع المجتمع، نوض دير شي حاجه يعني بكل. وتنظن ان كل واحد يكون معلم، يكون استاذ، يكون خباز، يكون كل واحد بالمقدور ديالو انه ينتج واحد الانتاج، واحد المنتوج، اما يكون مادي او معنوي، اللي يستافد منه المجتمع. ونتمنى ما قصحتش مع الناس اللي لا شكرا جزيلا. لا شكرا جزيلا. انا غادي نسمي يعني دردشه جميله معك، ونتمنى الاخوه اللي كيتابعونا انهم تاهما يتفاعلوا، وعلى اساس ان مثل هذه اللقاءات كما كنقول انها تكون هادفه. الا ما كانتش هادفه، غير الانسان يسد داك الفيسبوك ديالو ما يتصنتلوش. نتمنى ان الناس، يعني الناس اللي كتصنتنا، تكون استفدات وتكون ربما شدت شويه ديال الحزم وشويه ديال العزيمه تزيد لقدام. وكما تنقول لهم، يعني كما قلنا في الاول، ما كاينش شي حاجه امبوسيبل. الامبوسيبل سي 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 دودون، يعني الداخل ديالنا. اما تقول صافي انا غادي نوصل، غادي ندير، غادي نفعل، ربما توصل ب 10% 20% 30% 100% على حسب المجهود ديالك وعلى حسب الظروف. وكنشكرك، المهم ما غاديش نزيد نكثر في الهضره، وكنشكرك يعني كثير على الاستضافه وعلى الدردشه الزويونه معاك. ونتمنى الاخوه يكونوا استمتعوا معنا ايضا بالحوار الجميل. تحية للجميع، ونشكر دكتورنا الكريم على هذا اللقاء، وإلى حلقة مقبلة.